أهلا ومرحبا بكم، ندعوكم إلى الاشتراك في قناتنا وتفعيل الجرس ولايك للفيديو ليصلكم الجديد والحصري. شهد المستشفى الجهوي بتطاوين منذ يوم الخميس حالة من الذعر بعد تعرض خزان الأكسجين إلى عطب مفاجئ، مما تسبب في تسرب مادة الأكسجين. هذا وقد سارعت إدارة المستشفى إلى توفير قوارير أكسجين تفادي لأي طارئ، كما تم الاستنجاد بفريق الصيانة التابع للشركة صاحبة الخزان، والذي تمكن مساء أمس من إيقاف هذا التسرب وإصلاح العطب وفق تأكيدات المدير الجهوي لصحة بتطاوين طه مقدميني. شكرا للمتابعة، لا تنسوا تعليقاتكم، وإلى اللقاء.